بعد أن بات العيش في لبنان يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وبعد تفاقم المأساة والمعاناة جراء انقطاع كثير من أدوية الأعصاب، أصبحت الميول الانتحارية إلى ازدياد وبمعدلات مرعبة. فالاتصالات التي يتلقاها خط الحياة، وهو الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من الانتحار، في تصاعد مستمر وبنسب مقلقة. بحسب إحصاءات الجمعية، قفز عدد الاتصالات بشكل هائل من نحو 2000 اتصال عام 2019 إلى 7498 اتصالاً حتى تشرين الأول الماضي، بمعدل 25 اتصالاً في اليوم، مقارنة بخمسة اتصالات يومياً فقط قبل عامين. فماذا يقول علم النفس في هذا الإطار؟ حالات الانتحار بلبنان كتير زايدة، حتى الإحصاءات عم بتفرجي هذا الموضوع على الأرض، مثل ما شفنا بالأرتيكل بالجمعية إمبريس، قدي في عنا تقريبا 28% من الاتصالات بأيلول عم بتكون للأشخاص اللي عندهم ميول انتحارية. بيسأل دايما الشخص ليش هيدا الشخص مش هيداك، مع انه يمكن كلنا عم نعيش ذات الحالة وذات الأوضاع الاقتصادية. طبعا الشخصية كتير بتأثر، في أمراض عصبية بتأثر، في شخصية مرضية، في يعني ما فينا نقول انه بس لانه الوضع الاقتصادي هو هيك. طبعا كثير بيأثر الأدوية الموجودة اللي منا موجودة بالسوق للأسف، اللي منا موجودة هي خلت كمان عوارض الأمراض النفسية والعصبية تبين أكثر، أو يتراجع الشخص بوقت كان يمكن تقدم كثير وكان فيه يمكن حتى يتخلى عن الدواء بمرحلة معينة، هلأ بطل فيه لأنه رجعت الحالة لورا، وصار إذا هلأ متواجد الدواء رح يكون كتير غالي وما بيقدر يشتري بكل بساطة. مؤشرات مقلقة حول ما يعانيه اللبنانيون بشكل عام، وتحديداً فئة الشباب، إذ تشير الدراسات إلى أن 80% من المتصلين لبنانيون، والبقية مقيمون من جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية وكينية وإثيوبية وغيرها. واللافت أكثر أن 50% من المتصلين هم من الشباب الذين ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، وتتساوى النسب بين الذكور والإناث. عيادياً عم نشوف كثير في موسيقى معينة، في كليبات معينين بيشجعوا على هذا الموضوع، وهذا المراهق قاعد ببيته وعم يسمع كل الوقت، عم يتأثر كل الوقت، فصار في إذا بدكم مثل برين، يعني برين ووش. فهذا الموضوع أثر فيهم كتير وخليهم كمان يكون عندهم حالات يعني يجربوا ينتحروا فيها أو انتحروا فيها. فهون ندعي أكيد الأهل يكونوا يعرفوا شو عم بيصير مع أولادهم. يمكن جار المرفأ كان له أثر كتير، تروما كتير قوية، هيدا السبب أكيد اللي خلى كتير أخصائيين يتجهوا لهيدا الهدف، أنه يساعدوا الأشخاص بالمناطق المجاورة واللي أكيد تأذت كتير. وتؤكد الدراسات أن ثلث نسب الانتحار يمكن ربطها بالبطالة التي أثرت خصوصا على الذكور في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما، وهو ما يتوافق مع ما سجله الخط الساخن في لبنان حول الفئة العمرية للنسبة الكبرى من المتصلين.